حقيقة طبعا لو لاحظنا السوق السعودي في نمو، ولاحظنا قارنا نهاية 2018 بنهاية 2017، يعني كان أغلق على ارتفاع طبعا جيد تقريبا في حدود 8%. هذا يعتبر شيء جيد، هناك في نسبة ارتفاع للمؤشر بالنسبة هذه بنسبة 8%. لو لاحظنا الأسواق العالمية فعلا تأثرت تأثيرا كبيرا، يعني خاصة الأسواق الأمريكية والأوروبية تأثرت كبيرا، وبعض الأسواق، ولكن حقيقة أسواقنا يعني سوقنا المحلي تحديدا بالرغم من أنه يتأثر بما يجري في الأسواق العالمية من انخفاضات كبيرة، إلا أنه لا زال متماسكا. لاحظنا التماسك في قيمة المؤشر ونموه وهذه النسبة. فالمؤشر طبعا هناك عدة اعتبارات أدت إلى تحسن المؤشر لدينا. أول حاجة في القطاع الصناعات البتروكيماوية، ارتفاع البترول طبعا ارتفاع البترول أدى إلى ارتفاع شركات هذا القطاع، قطاع الصناعات البتروكيماوية، وبالتالي كان لها تأثيرات إيجابية خاصة في الربع الثاني. يعني الربع الثاني فعلا كان تحسن واضح في أداء شركات قطاع صناعات البتروكيماوية. طيب، أيضا لو لاحظنا برضو القطاع المصرفي أيضا كان نمو في أرباحه، لو لاحظنا من بداية سواء الربع الأول من 2018 ثم الربع الثاني وحتى الربع الثالث، طبعا لو لاحظنا في نمو كان بنسبة تقريبا 10.70%، وهذا يؤدي أنه فعلا واللي يقود المؤشر فعلا عندنا هم قطاعين، قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع المصارف والخدمات المالية. طيب، واضح دكتور سالم، لكن سؤالي يعني بالرغم من الأحداث الاقتصادية العالمية، الهزات الاقتصادية يعني على مر التاريخ، إلا أن دائما الاقتصاد السعودي متماسك قوي، يعني هل ترى أن تأثر الاقتصاد أو الأسواق السعودية بالأحداث العالمية أمر إيجابي من وجهة نظرك، أم المفترض أنه نتأثر فقط بأحداثنا الاقتصادية؟ لا، هو التأثير الأسواق الخليجية بصفة عامة تتأثر بما يجري في الأسواق العالمية من انخفاضات. الارتفاعات اللي تحصل يعني ممكن أقول التأثيرات الإيجابية عندنا داخلية، يعني الأثر الإيجابي عندنا ممكن يكون في نتائج الشركات القيادية، في نمو في أرباح الشركات، هذا إيجابي. الميزانية العامة للدولة هذه تعتبر إيجابي، يعني مؤثرة في المؤشر. فالتأثيرات معظمها الإيجابية تأتي من الداخل وليست من خارج السوق المحلي.